في فقرتنا أهل الفن راح تكون ضيفتنا ضيفة مميزة أكيد لها دورها وبصمتها في الدراما العراقية، ونجحت في لفت الانتباه إلى موهبتها وفنها الجميل، قدمت أدوارا مهمة في الكثير من الأعمال الفنية على الساحة المحلية العراقية، ولها أيضا مشاركات لا يستهان بها في الدراما السورية والمصرية، وشاركت في أعمال مسرحية وتلفزيونية، ولها العديد من الأدوار العارقة بأذهان متابعيها. إنها الفنانة صبا إبراهيم التي سجل في رصيدها أعمال مسرحية ومسلسلات، منها إنهم يسرقون الأحلام وخارطة الطريق وطيور فوق الجحيم ووكر الذئب وحتى تنام وغيرها الكثير. نتابع مشهد من أعمال صبا إبراهيم ولنا عودة مشاهدينا. مثل هواي عوائل من يهددوهم ينهزمون الغير منطقة، يعني منطقة أمينة. ها إيش قلت؟ أنت مو قلت اللي تريدي أسوي؟ هاي أنتي إيش ذا تحكي؟ لا شتري السليم اللي يدخلون علينا البيتنا ويقتلونه؟ يعني أنت متونس على هاي الشغلة؟ والله خوش طبيبه يشتغل بالعصابة. هاي شنو عفاف؟ شلون حكي هذا؟ أصلاً إحنا أولاً ما حد دزلنا تهديد حتى نهجر بيتنا، ثانياً إذا هجرنا بيتنا وين نروح؟ يمهلك يمهلي، هذه مو قضية. زين 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 زين، نعتبر قضية يعني هجرة البيت راح تتم، خلاص نروح نعيش مثل الباقين ذولا اللي هجروهم المجرمين، نعيش بخيمة. بس انتي يعني تتصورين أني شلون راح أعيش بخيمة وأبقى كارس بهاي الخيمة وأني مطلوب مني أداوم بالمستشفى؟ تمام لو مو تمام، يعني بهالحالة إحنا كل هجرتنا ما لها داعي. شلون؟ فهمني سليم شلون؟ موري بعد ما أتحمل، كيف تعبت؟ تعبت من الخوف والقلق، تعبت سليم، فهمني شلون تعبت؟ بس تعبت كافي. إذن مشاهدينا يسرنا أن تنضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الفنانة فنانة الدراما والمسرح صبا إبراهيم. صبا مرحبا وصباح الخير. صباح الخير عليك محمد وعلى كل أكيد الموجودين عندك بالاستوديو الكادر وكل متابعي قناة الفلوجة. أكيد منورتنا وأكيد إحنا سعداء بانضمامك لنا، وأكيد إليك كثير من المتابعين اللي ممكن أنه يسألون وين صبا، وين راحت، شو صار فترة يعني موجودة. شنو الأعمال اللي دا تسويها هسا؟ وين أنت؟ الناس تسأل. بصراحة يعني تقريبا بالسنوات الأخيرة أني العمل الدراما أكيد الناس متابعينه وقل، وأني أساسا هم مقلة بأعمالي، بس بشكل عام هو الوضع الدراما يعني شبه المتوقف، يعني اللي إحنا نتمنى أنه بالسنة عملين وثلاثة، بس هذا حال الفنان العراقي حاليا، الاعمال قليله جدا شبه معدومه يعني على مستوى الدراما والاعمال اللي احنا متعودين نقدمها ويشوفونا بيها الناس بالمستوى المطلوب طبعا واللي معتادين عليه يعني. طيب هذا موضوع المستوى المطلوب، بس بكل حالات يعني راح نناقشه بعدين. كل حالات ان شاء الله مستمره وموجوده اكيد اكيد ايه. اكيد منورتنا. نرجع للمسرح، عفوا للمشهد اللي شفناه قبل شويه. هذا يا سنة أكيد إحنا إذا نحكي عن موضوع التهجير وموضوع الطائفية، إيش قد مهم أنه الدراما توصل رسالة وإيش قد تنعكس على أرض الواقع؟ أكيد هذا العمل اشتغلناه أعتقد 2007. يعني شوف الفترة العمرية والانتقال طبعاً. وأني كل ما أشوفه وبالذات حتى هاي المشاهد اللي تجمعني أنا والفنان القدير محمود أبو العباس وذاكرة المشاهد لحد هذه اللحظة يعني، فهذا العمل كان بي يعني رسالة وفعلاً وصلت للناس وباقي لحد الآن بالذاكرة لأبناء جيلنا والجيل اللي بعدنا، دائماً يذكروني بي ويقولوا لي عليه. أكيد لأنه كان إنساني وحقيقي طبعاً، فوصل للناس، فأنا هذا من أقرب الأعمال إلي طبعاً، فأنا اعتاديت على هذا النمط من الأعمال اللي بيه مسج وبيه إنسانية، يعني
احنا بلدنا يستاهل نقدم له بدرامتنا. يعني مرات ينتقدونا يقولون انتم ما عندكم غير بس هيك وهيك، لا بالعكس، مو احنا هذا جيلنا، جيل الشباب والجيل اللي ما بعدنا وقبلنا، احنا رسالتنا نوثق. يعني احنا مو بس، وبعدين احنا اشتغلنا بشكل واقعي جدا، يعني بظرف 2007 الدكتور يتعرض لكذا والمهندس وال، وايضا يعني انا كثير من الاعمال اشتغلت يعني نفس المبدا تقريبا، وكنت محظوظه يعني مشاركاتي مثل هكذا اعمال تبقى بالذاكره والحمد لله والشكر. وبعمر صغير كنت يعني، ودائما اشتغلت اعمال اكبر من عمري، ويجوز الطاقة اللي عندي هي تأهلني الحمد لله والشكر إنه أقدم. إيش قد كان عمرك بيها هاي بالألفين بهذا العمل؟ إيش قد كان عمرك؟ راح تكشف على إن المهم أنا كنت بداية العشرينات. لا بس ما شاء الله صار 10 سنين أو 11 سنة، وما شاء الله أنت حتى أحلى من الوقت المسلسل يعني. لا يعني بالألفين وسبعة كانت الظروف أتصور أصعب من هسه، وكان أكو إنتاج درامي ممكن أنه يعكس يعني الواقع. ليش هسه ماكو دراما والوضع أحسن ربما؟ طبعا تقريبا أنا ما أعرف، يعني مرات لما أذكر الأسباب حتى بيني وبين نفسي أشوف أنه السبب المادي هذا سبب مخجل عيب نحكي به يعني صراحة، أنه ميزانيات ماكو بفلان قناة وميزانيات ماكو بفلان قناة. طيب مو أنتوا تقدمون برامج مهمة وتنصرف عليها، يعني ليش انه الدراما بس حصريا؟ والله هذا اللي دا يصير يعني خلال من 2015 لحد الان انا اعتبره نكبه، لانه انت من المشاهد يشوفك بالشارع، حتى جيل التسعينات حتى ال95 من يقول انا اريد اشوفك، يعني يريد برومو، يريد أحداث، يريد يشوف أنه هو منتظر مسلسل، يريد يشوف فلان فلان. العالم متعطش للدراما العراقية، إحنا قاعد نشتغلهم سبوتات ونشتغلهم هاي الكوميديا اللي هي يعني ما تتسمى كوميديا مع احترامي أكيد، يعني عندنا عملين ثلاثة متميزات وفنانين أكيد يشتغلون بيها بشكل صحيح، ولكن الباقي هو عبارة عن تنشر واقع سيء جدا، ما بي مسج، ما بي شيء رسالة إنسانية للعالم. أنت بالمسلسل، بمسلسل درامي كامل بي من كافة الأجيال، شلون ما تقدم إذا مسلسل بي سامي قفطان وبي آسيا كمال وبي فاطمة الربيعي وبي صبا إبراهيم مثلا وبي آلاء حسين وبي وبي بي، يعني أكيد راح يكون هذا العمل بشيء إنساني وبشيء ممكن يخدم الواقع. يمكن القنوات إحنا تسترخص الموضوع، انسلخنا منه. يمكن يعني القنوات تقول لك هذا أرخص محروف يعني، وده يعلق ويا الناس، يعني تشتغل سكيتشات صغيرة وبرامج فعلا صغيرة والناس تحبها، بينما المسلسل يراد له صرف وجيب مزاجيات هذا الفنان وجيب فلان يريد هالقد والإنتاج وصعب وكذا. هذا يعني حتى الصوت يشدون لك مايكات ويشتغلون، يعني ماكو لا فني صوت ولا مهندس صوت ولا كذا، فيمكن الموضوع ده يسترخصه. لا بصراحة استسهال. وشغلة ثانية، هم يصورون إنه يعني إحنا ننسي أو إحنا ما راح نقدم شيء. لا يعني أنا واحدة من الناس مستعدة أخلق من اللا شيء شيء، وفعلا اشتغلت سينما واشتغلت ثلاثيات يعني. فمستحيل اولا انه احنا نترك مهنتنا وما نمارسها صح، ومستحيل اني ارضخ بسبب الوضع المادي وبسبب الاختيارات اللي قاعد تطرح علي. شنو الاختيارات اللي طرحت عليك؟ استخف بنفسي، ما اقدر اشتغل اني المهم مشاهد يعني بصراحه هيك ارد احكيها انه تلزق، المهم على اساس كوميديا او استعراض انا ما اقدر اشتغل يعني اي شيء. يعني اكو ناس طرحت عليك عمل كوميدي بالبرامج الموجوده الان؟ طبعا. منو يا برنامج طرح عليك وما وافقت؟ طرح علي لدرجه انه لا ما اقدر اني يعني اسم، لان يكون اكيد زميله هاي ويكون هو هذا مستوى طموحه يعني. انعرضت علي ايش اقول لك، اذا اغلب المسلسلات او ما اقدر اسميها مسلسلات، البرامج الكوميديا والمسارح التجاريه، يعني انا هسه المفروض يمكن بانيت لي بيت يعني، وهم دا يسمعون اكيد هذا الكلام لازم يكون بمصداقيه. انعرضت علي اشياء
أنا لو ماشية بهذا ال تقصدين المسرح التجاري يعني ولا البرامج الكوميدية؟ المسرح التجاري والأعمال التجارية والإعلام، كواي أشياء انطرحت علي أنا تمسكت لأنه أقول أنا من عمر صغير أنا الحمد لله والشكر أنه اشتغلت ويا عمالقة وعندي سي في أهلني أنه بالشارع أنا أتعاتب على كل شيء أنزله يعني واحد ومستحيل أنا أحسها مبدئي وأنا اللي السيستم اللي تعلمت عليه وطموحي يعني أنت من توصل أنت بعدك صغير وصار عندك هذا الطموح والنضوج والوعي يعني يأهلك أنه أنت تريد الأفضل يعني فما أعتقد أني يروي طموحي مسلسل يا ريت يكون خفيف وهادف بالعكس كوميديا ساخرة يعني مثلا أنا ما يروي طموحي لو انطرح عليك عمل على الزقها وحتى أقدمها للناس لو انطرح عليك عمل أو مشاركة بعمل مثل ولاية بطيخ مثل أكبر كذاب للفنان أياد راضي تختلف راح توافقين ولا لا؟ لا أنا اشتغلت شلون أنا اشتغلت ويا علي فاضل بصراحة يعني الأخ الصديق المخرج أنا اشتغلت مسلسل تشراوية حبيته جدا لأنه تشراوية تشوفه بعض الناس قالوا لا وثقيل لأنه متعلمين على الشباب أنه بستايلهم وأمورهم فمن اشتغلنا تشراوية اشتغلنا أنه لا زيادة ولا إضافة ولا نقصان يعني اشتغلت بكاركتر أطلع أم الجيمر صينية أم الجيمر حلوه هاي صدق صدق يعني بالعكس انا ترك انطباع طبعا واشتغلت بكاركتر وكذا وانا عن نفسي راضيه والمخرج راضي عن ادائنا والعمل ما بي اي شيء اشتغلنا تقريبا 17 حلقه والناس كان تعاملهم يجنن انا يا ريت الكل اذا يريد يعاصر ويشتغل ويقدم كوميديا وممكن ساخره او شيء يعني ممكن مجموعة شباب ممكن ممثل وممثلة ثنائي يقدمون مثل ما ميز قمر أياد راضي مع حفظ الألقاب يعني أصدقائي وأساتذتي إحسان وآلاء ترى يعني عندنا ناس من يشتغلون كوميديا يعني مخيفين صراحة لا يعني بخف صح لو غلط يعني طبعاً. فأني بالنسبة إلي أنه طموحي بمستوى زملائي وأساتذتي ما أقدر أشتغل عمل أقل من هذه الأعمال اللي هي تنذكر مثل ما قلت لك ثلاثة أربعة أو ثلاثة فقط أما على مود المبالغ المادية كان هساني وين طيب صبا يعني أكو ناس مثل ما ذكرتي الفنانة الجميلة والرائعة ميز قمر صار لها يمكن 5 سنين تشتغل بالخليج ويعني اشتهرت على مستوى الدراما الخليجية ما فكرتي أنت تطرقين أبواب مثلاً الخليج على اعتبار أنه أنت شاركتي بالدراما السورية وشاركتي أيضاً يعني بالدراما المصرية ما فكرتي تنتقلين بصورة كاملة مثلاً إلى مصر أو إلى الخليج ما كان أكو فرصة شوف دائماً أقولها وحتى أنا يعني أقول الله يبارك لها إن شاء الله بأعمالها وبعافيتها وصحتها ميوسة يعني اجتهاد إضافة للفرص لجتها الاجتهاد الشخصي أنا الاجتهاد الشخصي ما صبا خلاني أنتمي أكثر للدراما يعني يمكن هي هم المرحلة العمرية يعني أنا الفرص اللي اجتني بسوريا لو يعني لعبتها صح بصراحة وماشية صح كان هسه يمكن أني يعني أوكي متواجدة ببغداد وكذا بس يمكن ما عندي مجال إنه دائما عندي موسم شغل وعمل برا سواء بالكويت شنو الخطأ اللي صار بالشام ما عرفت قيمة الفرص اللي اجتني اشتغلها بكل شيء يعني الطيش النجومية وهي يعني شلون اقول لك انا مثلا من دخلت للدراما السورية المشتركة واكو اعمال يعني بها جانب ايضا خليجي ما عرفت حتى انه استغل اوسع العلاقات واكون على تواصل واقدم واسوق نفسي المفروض اني لا يعني انسلخ من هاي الاشياء فبعدين بعد 2012-2013 استقريت بالعراق اشتغلت شغل يجنن حلو راضية عن نفسي بس من التفتت حسيت نفسي أني عقلي كبران أموري إنه معقولة أني إجتني هذيش الفرص وما استمريت بيها يعني أنت هم الناس يظلون هم يعني أكيد لازم يكون تواصل أنت تظل ممثل لازم تسوق نفسك لا طبعا يعني مثلا أني جاني بمهرجان بخصوص مسلسل مطلوب رجال لازم أروح ويا الكادر يعني أنا ما بقيت على تواصل وظل دوروا علي قالوا لهم يمكن هي بالعراق يعني سألوا عني
عمل يعني اكو اشياء هي التقصير تكون يمكن لان ما عندنا اداره اعمال، يمكن الغربه اخذت من عندنا يعني هواي اشياء. يعني يمكن الفنان العراقي نكون دقيقين اكثر، يمكن الفنان العراقي مقصر بحق نفسه عند ما يعني مثلا احنا كان عندنا لقاءات كثيره مع فنانين كبار ضرف. يعني هناك من يعتبر او يعتب على الحكومه والدعم الحكومي انه ما ليس هناك احتضان للفنان العراقي من قبل الحكومه ومن قبل نقابه الفنانين، يعني يفكر ب خلينا نقول بطريقه شويه قديمه انه لازم الدوله هي اللي يعني ترعى الجميع. هناك فنانين لا، يقول لك انا ما مسوق، هسه انت اليوم طرحتي لنا فكره جديده او تقصير من باب اخر، الفنان ما عنده اداره اعمال، ما يعرف شلون يسوق نفسه. ما اقدر اكون غير صادقه طبعا، لان انا يمكن متعارف علي انه انا انسانه صريحه جدا، حتى اذا اكو عندي سلبيات وعيوب اقولها. فاني حكيت على الدعم الدوله المفروض لنا، احنا موجودين ببغداد بظروف واجهنا نكبات، مو بس ظروف يعني أكيد. اكيد الامنيه واحنا ما عاد واقعنا ما عاد نقدر نزيفه يعني بصراحه. فالمفروض وجود الفنان العراقي، وجود الدكتور، وجود المعلم، وجود المهندس، هذا اكبر امان بالنسبه للدوله، لانه احنا الناس من تشوفنا يقولوا لي صدق انت تتمشين بالشارع طبيعي؟ يعني حتى من يكون ما عندي سياره وامشي واشتري واروح واجي، ما تتصور حتى على مستوى الجيراني ولا المنطقه يعني يحسون بامان. انه متواضعه وهاي عادي وموجوده ومامنه وتروح وتجي، ماكو استهداف لهذه فلان وفلان لهذه الرموز. اها مو فانت يعني احنا ما لقينا اي دعم نهائيا، واعتقد ما راح نلقى يعني اذا نفس. طيب شنو الحل على الامور باقيه؟ يعني ما راح نلقى. اولا الحل انه احنا مستحيل انه يعني نغادر بلدنا. انا عن نفسي بمرحله يعني نضج ووعي وعمريه ابحث عن الاستقرار، يعني ما ممكن انه اني مجرد ما الوضع الامني تعبان او الدراما توقفت بس ما قايل لك توقفت، يعني هيك هو هذا الظرف وتعال خليناك انت قدام امر الواقع. يعني ما تقدر تطلع طاقتك، انت تحس نفسك لحد الان عندك اشياء دبل اللي قدمتها، يعني توقف فجاه 3 سنوات. زين ما فكرت هذا اللي قضى مراهقته وعمره وشبابه وكذا، ما فكرت بالاكبر من عندنا يعني بوضعهم؟ منو قال لك انت كل فنان عراقي انه هو مأمن نفسه 10 سنوات؟ يعني منو قال يعني؟ وليش اني احرم او امنع هذه الرساله الانسانيه اللي هي بنفس الوقت بها متعه بشكل يعني بصراحه يعني شخص واحد لا، لانه اكثر من قناه واكثر من شركه، يعني هو راسا صار الجو العام هيك، والكل اصبح ما يفكر غير بالمسائل التجاريه والبرامج السريعه اللي تجيب لهم اعلانات ويتاجرون فلان فنان وفلان ثنائي وفلان ويلا ويلا هذا، وصارت الاجتهادات فرديه. يعني الله يوفقهم مثل ما ذكرنا اكثر من عمل بمسج واضح وعمل يعني مشرف حتى على مستوى الكوميديا، اما الباقي وين الدراما، وين النصوص، وين يعني مو جهه معينه، هو ما شاء الله يعني كانه متفقين يعني مو تقول فلان قناه وقفت فلان قناه لا. ايه اعتقد طيب. اني اقول انه الوضع مو شخصي، يعني الوضع عام ومدروس اليه، لانه ما ممكن انت 3 سنوات تقول الله مثلا وين سامي قفطان، يعني قناه انت قناه دوله كامله ما تعرفين انه هو ماكو اعمال او ما تقدمين فلان، لا اكيد الوضع مدروس. حلو، اذا احنا عندنا ماده شكل صغيره نذكرك بيها، نريد نرجع بيها شويه فلاش باك ونرجع نناقش الامور، نناقش الاداء، شلون تشوفين نفسك بيها؟ خلينا نشوفها ونرجع. مجيد امشي امشي، خلي عزمك على ذره على حسابي. يلا يلا ازيك يا عمنا، ادينا 2 من فضلك. صدقوا بالله لا اله الا الله، متضايقين على بعض قوي قوي. شفت خوباني ما قلت شيء، هو حكى. اوه حر رونات، تدرين دمك عسل صدق، لازم التابوت اللي عندك ما ينحمل. يا تابوت مروه تابوت؟ طبعا مروه،
تعلمني مروة اصلا هاي فد وحده معقده وما تنحمل. تفضل يلا. رونا ايش تردين مني بالضبط انت؟ اني ما رايده غير كل الخير، ايش رايده منك يعني؟ هسه غير تقولين ايش تردين مني بالضبط؟ سمعتيني؟ ست صبا انت رجعتوني لاحلى فتره انا وياك وياك، بس صدق صفنت يعني سرحت. بقول لك على نفسي على بالضبط هنا الدور شنو كان؟ شوف فرصه حلوه انه اتكلم عن هذا العمل هم بال 2007 يعني ما شاء الله قبل 10 سنوات. انا اشتغلت اهم الاعمال يعني بذيك الفتره او هي تقدمت لي يعني بصراحه ما كان عندي انه اني والله لازم فلان عمل وهاي، لا هي هاي الفتره النجوميه بدايتها يعني والاختيارات تكون لك من قبل المخرجين يعني فتحس بقيمتك اكثر وبنجاحك فهذا العمل ويا المخرج الرائع حسن حسني. طبعا هو العمل العربي كان يتحمل احنا كل هذا الانفتاح وكل هذا الاسترخاء بالاداء وبطريقه اللبس حتى يعني. فتخيل بذاك الوقت واني اصريت انه يعني اشتغلها بشكل صح لان هي تطلع صديقه البطله شذا حسون صديقتها يعني تطلع من غير طائفه وغير جنسيه وبنفس الوقت تسرق زوجها منها يعني. فشخصيه روناك كان عندها هي طبعا هم تحدي لي لان بنفس السنه انا اشتغلت زوجه الدكتور الزوجه يعني اللي عندها رسالة ربة البيت بنفس الوقت هي دكتورة. فهنا روناك تختلف جريئة وهي هاي يعني من الأعمال اللي تقريبا الوحيدة اللي اشتغلتها جريئة جريئة بطريقة كلامها بلبسها تصرفاتها. طبعا أكيد الشخصية هي مبنية هيكي وأني لأنه دائما أشتغل وأني مغمضة ويا حسن حسني حتى كان أتصور مشاهد رقص بيها مكروهة وجريئة بالمسلسل. ايه هو شوف مو رقص يعني اني اصلا طلع الكادر كله يلا قدرت اسوي يعني حركتين ثلاثه بس احنا عندنا شغله ما يعرفوها المشاهدين انه المخرج والمصور يقدر يتصرف بفن وابداع اكثر يعني يقدر يستغل اكثر يعني كم حركه في سبيل يكون مشهد كامل انه صبا رقصه كامله اللي هي اني مجرد حركتين سويت والكادر كله طلع يعني واكو ناس يعرفوني شخصيا. هل يعاب على الفنانة يعني فنانات كبار بالمشهد وانت تستحي؟ نعم ست صبا يعني هل يعاب على الفنانة انه تؤدي مثل هذه الادوار المشهد. يعني فنانات كبيرات ادوا مثل هذه الادوار واتصور خدمة الفكرة وخدمة الشخصية. شنو الفرق ما بين انه واحد يقدم اسفاف وواحد يقدم شيء يخدم الشخصية؟ شوف هذا العمل مو قلت لك انا قبل 10 سنوات وبصراحه يعني ما اعتقد يتكرر بمرحله العمريه يعني انا هسه مو هدفي انه اطلع المهم اني اعرف كل الادوار وخلي اطلع جريئه وخلي البس لا انا هذا يعني مو طموحي بعد هسه بس هو مو غلط والدليل على هذا انه انا مجرد ما اشتغلت الشخصيه واكيد يعني المخرج ذكي جدا وطلعني بالشيء الصح اللي هو راده يجوز عند الناس غلط هذا الشيء يخصهم يعني انا دا اقدم رساله انا هي تبوق زوجه تبوق زوج صديقتها شو تكون ممكن يعني اخلاقها فاكيد يعني منطلقه دائما تبرر الوسيله بتصرفاتها تحاول مو اما مثلا تجي هسه تقول لي صبا تشتغلين هي شخصيه اضحك لا انا ادور يعني هي وصلتني هسه وصلت انا لشيء انه ما عاد اي شيء يرويني هذا هذه فتره انت مراحل تقدم بيها بس بنفس الوقت كن انت تشتغلها صح يعني اليوم اني هسه لو تجي انت تنتبه وتجمع الاشياء تلقى اوكي طالعه الفنانه مغريه ودا تسوي حركات بس ماكو اي رقص حقيقي او بدله رقص او ماكو ما فقدت يعني بوجهها هذه البنيه اللي هي ممكن تسوي شيء بس مستحيه تسوي فبقى ضمن
اطار يعني الشخصيه اللي انا اشتغلتها يعني. جميل. انه هذا طلب المخرج بصراحه. يعني المخرج هو اللي يستخدم هذه الفنانه بدور ممكن انه يكون مفصل عليها. احنا هسه ما عندنا مخرجين ولا المشكله بالانتاج ولا شنو؟ انا اشتغلت كل الادوار، انا هذا فخر الي. انا طبعا اولا لو ما حسن حسني بصراحه ما اعتقد اني استجاب، يعني مو بسهوله اني اقتنع. بس المشكله انه اني بعدها حسيت انه لا اوكي انا اشتغلت كل شيء، اذا بس هسه اني ما اشتغل هذا الشيء، بس ترى اني مثلت كل الادوار، مثلت انه اشتغل بمكب نفايات وبمخيم، ومثلت الخبازه، ومثلت العجانه، ومثلت الجميله، ومثلت المغريه، ومثلت الطالبة، ومثلت الحبيبة والخطيبة والإنسان الزوجة العراقية. فأني نوعت يعني يعني هسه الآن يمكن قلت لك أتمنى النص يرضي طموحي، يعني سواء كوميدي أو تراجيدي، ف يعني شيء مغاير للي اشتغلت أكيد أتمنى. يعني يعني هسه شنو نوعية الدور اللي ممكن أنه تطمحين أنه تأدي؟ مرات انت يفاجئك يجيك ناس تقولها شنو اني لا مشتغل هيك الشخصيه بس مو هي او شنو هالعمق بالشخصيه. يعني انا ذاك اليوم اشتغلت اطروحه لطالب مسلسل سينما قصدي العفو، اولا الشغل كان كلش حسيته ويا ناس محترفين طلاب مجتهدين، كان مدير التصوير ايضا استاذ سينما، فاكو اشياء وعوامل تخليك انت تفرح. فهذه الشخصية كانت هي عازفة عود أستاذة بالمعهد، وتتعرض لحادث إرهابي ب 2007-2008 وتنقطع أيديها. فبعد ما طلعت من المستشفيات طبعا، وتعرف كان أكو ناس تضيع بالمستشفيات من تتعرض الحوادث والعمل إرهابي، فبعدها هي متسولة تصير وتعيش بخرابة، تلقى طفل تعيش وياه، فهذا الطفل هو يرجع لها الأمل، كأنه تطلع عمرها 60 سنة، عشت مرحلتين، مرحلة اللي هي العازفة والأستاذة والجمال والحيوية، والمرحلة الثانية اللي هي متسولة وعايشة بخرابة. هذا أوكي مو مسلسل دراما، بس أني أكو أشياء قصيرة بس ترويني كصبا الممثلة، يعني تروي النضوج اللي عندي يعني، يعني فهمتني؟ فكنت أتمنى أنه هاي الشخصية أشتغلها بمسلسل دراما. يعني يعني هسه لو طلبنا منك لو طلبنا منك تقمص لنا فد شخصيه معينه الاقرب اللي جايه ببالك هسه على الهواء. ابد ما اعرف ابداعتي ابدا، الله ابدا ما اعرف امثل بالحقيقه والله العظيم، الحد البروفا يلا يعني، وما ما بعد التصوير وبالتصوير يلا اتالق. انا من الناس اللي كلش خجولين، يعني اللي يصير الموضوع جديات كلش واكشن وكيو وكذا. اي انا هيك من النوع، احضر واجتهد وكذا، بس الشيء الصح يطلع مني بالتصوير. يعني كثير من الفنانين حقيقه يعني احنا تفاجأنا بالفنان الكبير سعد خليفه لما سوينا وياه لقاء، يعني ما كان يحب ايضا يجسد اي شخصيه. ليش؟ يعني لما نطلب من فنان انه يتقمص في شخصيه معينه يتذكر اعماله ويتذكر الشخصيات اللي مشتغلها، وتحسيه مرات يحكي بلهجه او بلغه هذه الشخصيه اللي دي يتقمصها او دي يتذكرها، لكن لما نطلب من عنده فشي ما يعني يعني يقول ما اقدر استحضر الموضوع. ليه؟ شنو سبب؟ ما يقدر يستحضر، ودائما مره تصير عند الفنان الصادق كلش يعني او اللي هواي يشتغل وهواي وصل مرحله يعني فد شيء بداخله مختلف، فيقوم ما يقدر يسوي ذني الاشياء. يعني بصراحه ممكن قبل كنت انا اسوي كل شيء، اكو طيش اكو امور، بس هسه اكثر يجوز اللي يعني شباب جدد او هاي ممكن عندهم هاي بعدها طبيعيه يعني، بس احنا لا ما نقدر. بمن تاثرتي بالبدايه؟ منو من الممثلات اللي تاثرتي بيها واثرت بيك عربيا وعراقيا؟ يعني إذا أقول لك بالفطرة نهائياً ما تأثرت. أحب ممكن إيه، بس أنا بالفطرة صوتي وأكو بعض الأشياء أتشرف إنه هي قريبة للفنانة هناء محمد، بعض الأشياء أحسها قريبة من الفنانة ما أدري، لأن أنا أحبها الرائعة هدي الكامل. يعني أحب جداً آسيا كمال، فأني هذا الجيل متأثرة بي، يعني
متأثرة بس مو أرضى قلده، لا لا نهائيا. بس أنا أحس هم يعني من تقول أنت سهير أياد، من تقول آسيا كمال، شايف هذا تحسها أيقونة فعلا يعني. والحمد لله والشكر يعني، شوف أقول لك يا بكل تواضع، الآن صبا إبراهيم غابت وما غابت، أنا عند المشاهد أنه خلاص صبا إبراهيم ممثلة، ممثلة بصمة يعني. أنا أتفاجئ أنه شون يسمون بعض الناس الطارئين أو الجدد رأساً أنه أنا ممثلة وأنا فنانة وخالة راسها براسنا، وممكن أنه أنا أحلى ولا أنا أصغر أو ديكة. إحنا كنا نستحي يعني. وهذه الفترة مو بعيدة، دحكي لك على الألفينيات يعني، إلى أن بعدين صاروا أصدقائنا ذول الفنانين اللي ذكرتهم واللي ما ذكرتهم، واللي هم مني قعدون يقولون فلانة بصمة وفلانة متألقة وفلانة مو بسهولة يجي بعدها. فالآن أني أحس نفسي مهما يكون إنسانيا وشخصيا أني على بر الأمان. أني واجهة، أني اسمي ما ينسي، شكلي ما ينسي، ما زال الجمهور يريد مني الكثير. وأكيد اللي يحكي أمام الملأ وأكيد لازم يكون بكل مصداقية. أنا بكل عمل ينزل يقولون ليش مو أنتي وليش مو كذا وليش، فأني عندي شعبية وعندي قاعدة تخليني أعيش وأني أتنفس براحة تامة يعني. القريب العاجل وين راح نشوف صبا إبراهيم؟ أكو مفاجأة إذا صرت، أكو مفاجأة من أهم وأروع فنانين العراق الكوميديان، إذا تمت إن شاء الله وقدرنا نوصل للنتيجة ويا القناة بأمور معينة أو الله جعل لي نصيب، أنا راح أكون ثنائي وياه بعمل مهم جدا إن شاء الله. راح يعوض عن الغياب المنقطع. لا ما أقدر لأنه حتى يشيلني من العمل إذا أقول لا لا أسا ما أريد القناة يعني، ولا بس انتظروا شوية. لا والله ما لا ما أقدر لأنه هذا الفنان من يختار كل شيء يختار بصمت يعني. الرجل أستاذنا وحبيبنا. وشغلة ثانية أنه هو معرض لكثير من الناس أنه ليش هيك يعني، أكو منافسة وأكيد فأنا ما أقدر أعلن عن شيء إن شاء الله يكون إلي حتى لا أخسره، لأنه أنت مهما يكون بوسط مليء ان شاء الله تكونين وياه. بس هو راح يعوض الناس عن هذا الغياب المنقطع الغير مقصود يعني ان شاء الله. احنا يعني على ابواب سنه جديده، واحنا يعني الان احنا نتحدث الاخوه يعني المسيحيين يعيشون عيدهم، فشنو تقولين شنو تهنين الناس باعياد الميلاد المجيد وامنياتك بالسنه الجايه ان شاء الله شنو هي؟ أولاً أنا صدق أشكركم لأن من خلالكم يعني ممكن التوقيت صح عايد كل أخواننا المسيحيين بكل بقاع الأرض، وأقول لهم ربي كل أيامكم أمان وسلام مثل ما أنتم تحبون. وعايد أيضاً بالسنة الجديدة كل الناس وكل العراقيين وأهلي، وربي يجعلنا بها عافية وأمان وعيش يعني شلون نقول انه عيشه رغيده حره ببلدنا ان شاء الله ان شاء الله. واحنا بدورنا ايضا تريد امنيتي 2018 اكيد امنيتك اكيد طبعا امنيتي انه اقدم عمل يعوضني عن الانقطاع اللي صار يعني، يرويني ويصير هذا العمل ببالي يعني، العمل الشعبي الجماهيري قريب من الناس بس مو المسرح التلفزيون، الشاشة هاي الصغيرة اللي أحبها. فمهنيا كلش ناوية ب 2018 رغم كل الصعاب ورغم اللي كل اللي بعدونا سوى بقصد أو مو بقصد، أنا كلش أوعد جمهوري وأوعد نفسي بإذن الله أنه أنا أقدم عمل ممكن واحد فقط يعوض عن كل اللي صار. هذا مهنيا على الصعيد الشخصي. وشخصيا أكيد دائما أتمنى الشخصي يعني دائما أقول أتمنى ما أفقد أي شخص إن شاء الله، دائما أشوف الناس اللي أحبهم بخير وعافية، هاي أهم شيء بالدنيا يعني إن شاء الله. أتمنى لا أفقد أحد إن شاء الله. وإحنا بدورنا أيضا نقول لك كل عام وأنت بخير وسنة جديدة إن شاء الله لك. تكون ملئها الأمل والسعادة والإنجاز.
الفنانة القديرة صبا إبراهيم، كنت معنا في شمس الفلوجة، شكرا لانضمامك إلينا.